الولايات المتحدة طرف شريك فيما يجري في الإقليم بصرف النظر يعني، لكن المواطن الأمريكي مش بالوعي الكبير اللي احنا متصورينه أنه هيروح يصوت عشان القضايا إيران وكذا. لكن بس هو كان المقصود عذرا يا دكتور أنه لو حدثت ضربة فيما يتعلق وتأثيرها على أسعار النفط، إذن ده بيأثر على أسعار يعني بصورة غير مباشرة برضو، مش بصورة حضرتك بالضخامة اللي احنا نقدر نقولها، أو أنها ممكن تأثر على عملية انتخابية هتجرى خلال أيام. يعني دي برضو يعني يجب في إدراكها في هذه الظروف. لكن الولايات المتحدة في تعثرها في التعامل مع الملف الإيراني، بطبيعة الحال الحلول اللي قدمها ترامب ربما يكون هو أكثر وضوحا في ده، عم خاص بالموضوع البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي. سيد هاريس ربما تكون أكثر هدوءا في ده، لكن هي أيضا شيطنة إيران وبالتالي شيطنة الإجراءات في الإقليم بصورة أو بأخرى. الطرفين ربما يكون في تأثر بما هو قادم من هندسة الشرق الأوسط الجديد. المواطن الأمريكي ما يهموش قوي، أسف أن أنا أقول ما يهموش الشرق الأوسط، ولا يهمه هاي. يهمه أمن إسرائيل، يهمه القضايا الرئيسة اللي تهم أمن إسرائيل، تهمه تقديم الأسلحة لإسرائيل، كم مليار أخذها، لأن دي اللي تأثر على نمط حياة المواطن الأمريكي. وبالتالي مش مستغربين أن إباك كبرى منظمات اليهودية في العالم بتروج لجيستريت قدامه، اللي هي الوجهات الأخرى ومراكز التأثير اللي هي ممكن تلعب لعبة في الإظهار ده، أنها تحذر أمريكا أولاً، أمريكا المصالح الأمريكية الحاكمة في العالم، وبعدين تأتي بقى مصالح أي دولة في هذا الإطار. لكن إسرائيل قضية شأن داخلي أمريكي، يعني لازم نعترف أن القضية مش محل تجاوز بين الديمقراطيين والجمهوريين وتعاملوا مع السياسة الإسرائيلية أو إسرائيل، أنها قضية شأن داخلي، فمش محل تجاوز نقول هي هتدعم أمن إسرائيل. هي المترادفات زي ما حضرتك تكرمتي وقلتي، هي المترادفات اللي بتلعب بيها سيدة هاريس. لكن أنا في تقديري أنه لا موضوع إيران ولا الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم أو حتى تزايده بصورة كبيرة أو إعادة تمركزه وانتشاره في قواعد عسكرية هيأثر على مزاج الناخب الأمريكي. الناخب الأمريكي بيذهب للقضايا الداخلية، لكن يتحسب إلى ما يدفعه من إيه؟ من دخله على هذه الأمور. بعض التحليلات بتشير يا دكتور إلى أنه بتمكين ترامب، إذن هو تمكين للشعبوية في السياسة الأمريكية لسنوات قادمة، فيما يتعلق بقى بالمؤسسات وحتى جي دي والنائب يعني وسنه، انه ده امر يعني هيكمل في شكل السياسات الامريكيه بشكل او باخر، الى اي مدى ده دقيق؟ يعني شوفي، هو طبعا ذكاء منه انه ياتي بهذا النائب، يعني ذكاء جدا انه يختار نائب كان حتى على خلاف كما تعلمي معاه، ففي رؤيه، لكن هو يخاطب شريحه المجتمع الشاب في امريكا، انه هو وطبعا خلفيته اليساريه وخلفيته دي تاثر على النسق العقيدي الفكري لشريحه كبيره من الشباب بصوره كبيره، يعني تقف امام شريحه المراه اللي هي بالنسبه للسيده هاريس بصوره او باخرى. لكن انا عايز اقول نقطه مهمه قوي، هي السيده هاريس لما تقول على ترامب ان هو فاشي او ان هو يمين متطرف، وانها طبعا هي دخلت معاه في جدال هي لا تنافسه في هذه المواجهه بصوره او باخرى، لكن تيار الفوضويه الشعبويه يختلف تماما حضرتك عن تيار اليمينيه المتطرفه. اكثر من عاصمه اوروبيه شهدت انتخابات طوال الفتره الماضيه، 2025 في انتخابات كتيره في اوروبا، يعني في عدد كبير. هل ده هيبقى نموذج لصعود اليمين المتطرف؟ طبعا احنا عندنا في الاقليم او في الشرق الاوسط اسرائيل، حديثي ولا حرج، اليمين الموجود الاسرائيلي ده مش يمين بالمناسبه، ده تطرف، ده عنصريه، ده لا تصنف في ادبيات العلوم السياسيه انه يمين، يعني زي ما حضرتك تعلمي اليمين واليمين الوسط والوسط لا. طب لا. ما يقال دلوقتي يا دكتور عن التيارات المختلفه التي يمثلها ترامب وهاريس انها تيارات متطرفه، كل في حزب. بالضبط، تيارات متطرفه وتيارات في اقصى اليمين التطرف هتاثر او ليها حضور في المجتمع الامريكي بطبيعه الحال، بس هو بيصنف حضرتك انه تيار فوضوي شعبوي لا يملك رؤيه لاداره اوضاع. يعني هو بيتكلم في ايه؟ اما تيجي تناقشي الرئيس ترامب في برنامجه، وده برنامج الحزب، لكن في ارائه، وده بيعبر فعلا على فكره الاقصاء في المجتمع الامريكي، فكره الخروج عن التقليديه، ما يقول لك ما فيش مهاجرين، طيب ايه البديل؟ نحن والاغيار، ما فيش احنا، يعني احنا الاساس. بس دكتور الاغيار ده اي للعواطف، يعني انا اشعر انه ترامب تطور كثيرا عن النسخه الفتره الماضيه، طبعا نسخه ترامب اكثر نضجا واكثر حضورا جداً. وعايز اقول لحضرتك هو بيستعين بعدد من مراكز البحث الامريكيه بالظبط في اطروحاته بافكاره بارائه اللي بيتكلم فيها، فاصبح اكثر وضوحا امام العالم. ربما هذه النسخه المعدله من ترامب يكون لها تاثير
يعني النهارده زي ما قلت لحضرتك هو طور أدائه وطور نسقه الفكري وهو بيتكلم لو حضرتك تلاحظي واكثر هدوءا. نعم. فكل ده هينعكس على اداره العمليه الانتخابيه، لكن ربما تبدو فرص السيده هاريس بي زي ما قلت لحضرتك بولع المجتمع الامريكي او شرائح المجتمع الامريكي انه مجتمع دائما يميل لغير التقليديه ومولع بالظواهر. المجتمع الامريكي لما تشوفيه وتعيشي فيه لا تكتشفي ان هو مولع بالظواهر وتشوفي دي. هل ده هيرتبط بالعمليه الانتخابيه؟ انا في تقديري انه في جزء من الامور مرحله لاعتبارات ان هذا النظام تاهالك محتاج يتم تغييره لاسس كثيره قوي، في صعوبات في ادراك العمليه الانتخابيه كيف يتم التصويت، وفكره المجمع الانتخابي نفسها، وفكره الولايات المتارجحه اللي بتاخد اصوات اكتر من ده، وفي معركه اخرى بقى مرتبطه حضرتك بالانتخابات الكونجرس ومجلس الشيوخ دي. نعم. بقى انتخابات اخرى. نعم. دي بقى اللي هتفرز كيف سيتعامل هذا الرئيس او القادم للبيت الابيض سواء ترامب او بالنسبه للسيده هاريس. التغيير الهيكلي اللي هيتم او في الاستراكشر بقى في الكونجرس ومجلس الشيوخ ده مهم جدا لان ده هيعكس كيف ستكون العلاقه السياسات بعد يعني السياسات اللي هيتبعها الطرفين. موضوع المعادله ان احنا نقسم او التقسيم الهيكلي انه الرئيس ياتي جمهوري العكس يبقى الكونجرس او مجلس الشيوخ يبقى ديمقراطي وغيره، عشان اداره العمليه الانتخابيه ارجع واقول لحضرتك وفكر حضرتك بفكره المؤسسات الفيدراليه العتيقه في الولايات المتحده بما فيها مؤسسات القوه هي اللي بتحكم هذه الامور، بتحكمها بطريقه اوتوماتيكيه هادئه لكي يبدو النموذج الامريكي امام العالم بصوره جيده وديمقراطي ونحن نقدر نصدره للعالم، وانه امريكا في النهايه ليست جمهوريه موز انما الولايات المتحده هي النموذج الفيدرالي القوي، وبالتالي بتدار الحمله الانتخابيه وراء هذه الصوره او المشهد اللي حضرتك شايفاه مراكز قوه وتاثير كبيره بتتحكم في استطلاعات الراي، بتتحكم فيها شركات كبرى متعدده الجنسيات، بتتحكم فيها اصحاب النفوذ. يعني مش عايز اقول انه مثلا ترامب لا يخاطب الطبقه العامله في المجتمع الامريكي، لكن الطبقه العامله النهارده في المجتمع الامريكي او الطبقه الوسطى دي جزء مهم من العمليه الانتخابيه. بس حضرتك ليه بتقول انه مش بيخاطب الطبقه العامله؟ يعني هو في اكثر من ولايه كان يخاطب الطبقات العامله يعني مش بالصوره الشامله والاقليات. الاقليات هو يعني اتحرك على الاقليات في يمكن اخر شهر قوي لانه الاقليات تضيف لي في الكتل التصويتيه. هو ذكاء ترامب انه بيشتغل على الكتل التصويتيه الصلبه اللي هي الراسخه اللي يقدر يجيب منها اصوات بصوره كبيره، اللي الكتل اصلا اللي هي اصلا يعني بتصوت تلقائي ليه، لكن هو من الذكاء حتى هي برضه السيده هاريس اتحركت في الدايره دي، يعني اتحركت برضه في الدايره وزارت ولايات في الجنوب والشرق الولايات المتحده عشان تعمل ده تسحب من هذه الكتل. واوباما ايضا يعني وأوباما طبعا قوي جدا بالنسبه للاقليات مع وميشيل زوجته طبعا لانه التحرك ده كان ذكاء جدا منهم، بيحاولوا ياخدوا اكبر قدر من الاصوات هتفرق لان هذه الانتخابات مش هيبقى نسبه الفجوه كبيره بالمناسبه، لكن مش هتبقى الفرق ما بين الرئيس الجمهوري او الديمقراطي المرشحين مش هتبقى كبيره، يعني اتوقع هتبقى نسبه بسيطه جدا. فهدي اللي مفسره حتى استطلاعات الراي اللي هي شبه نهائيه انه الاثنين متعادلين في هذا السياق، فبالتالي التارجح ربما ياتي من خارج الولايات اللي هي بتارجح عمليه الفوز بالنسبه للمرشح الديمقراطي او الجمهوري.